أكدت وزيرة التجارة نيفين جامع حرص مصر على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية وكذا الفرص والمقومات الكبيرة في البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون تصب في مصلحة الاقتصاديين المصري والسوداني. أؤكد أن السودان تعد أحد أهم الدول العربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة في كافة المجالات، ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري من خلال العمل على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، حيث سجلت حركة التبادل التجاري خلال عام 2020 ما يقرب من 725 مليون دولار، حققت زيادة خلال عام 21 سجلت ما يقرب من 1.165 مليار دولار. طبعا الأرقام دي لا تتناسب مع ما يطمح إليه الجانبين، احنا دايما بنطمح في تحقيق معدلات تبادل تجاري أكثر مما تم ذكره، مما لا شك فيه إن هذا النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية يأتي مدفوعا بحرص القيادة السياسية في البلدين على تنمية أواصر التعاون في كافة المجالات. سادة الحضور، إن حضورنا اليوم يهدف إلى خلق مناخ من التواصل الدائم بين بلدينا الشقيقين وتطوير العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة وبالأخص العلاقات الاقتصادية، والذي يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر والسودان الشقيق لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية في ظل أي تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية كتداعيات فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.